مرحبا بكم في الصحة ماج. كل يوم رانا رايحين نجيبوا لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال. إذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا شنو هو السبب الرئيسي تاع لا فاتيغ لو ستريس اي لو مونك دو سوماي. في رايكم فري او فو الإحساس بالتعب يكون عامة عند الناس اللي فاتوا 40 سنة؟ فو. لا فاتيغ لو ستريس اي لو مونك دو سوماي يقيس كامل الناس مهما كان السن تاعهم ومهما كان الجنس. اذا كان علامات التعب والارهاق طولوا كي تنوض صباح ولا تحس روحك دائما فشلان ولا تعجز ولا راقد كونسيون اعرف باللي سي تا مونك دو مانيزيوم. لو مانيزيوم ضروري لجسم الانسان وايضا لمقاومه التعب واضطراب النعاس الخفيف اي اوسي لي كرومب موسكولير. المغنيسيوم يساعدنا على انتاج الطاقه وبالتالي راح يساعدنا باش نقاومو التعب والتوتر اي لا ديبريم. راكو سورمون تتسالوا وين نلقاو المغنيسيوم. باش تكونوا على بالكم جسم الانسان ما ينتجش المغنيسيوم، بالتالي نصيبوه في الماكل اللي ناكلوها. وكاين دي زاليمون اللي هما غنيين بالمغنيسيوم اسافوار لي مول نوا دو كاجو الجوز اي اوسي لو شوكولا نوار. مي على بالكم اللي هاد الاغذيه ما تناولوهاش بزاف وما راهي في متناول الجميع. على هذا كاين نسبة كبيرة من الناس عندهم نقص في المغنيسيوم. لازم اتباع نمط حياة سليم، دونك يكون عندكم ان مود دو في سان. 2 لازم تقوموا بنشاطات جسدية بصفة منتظمة يلو كان بالمشي. 3 لازم تسيبوا الوقت باش تبدلوا الجو وتخرجوا مع الاشخاص اللي تحبوهم، يقدروا يكونوا الاصدقاء ولا العائله، باش تخرجوا من لا روتين تاعكم اي بوكوا با تروحوا تنزهوا في اماكن طبيعيه والجزائر فيها طبيعه خلابه. 4 تقدروا تبداو اون كور تاع مانيزيوم لمده شهر او شهرين. ان شاء الله نكونوا فدناكم في الحلقه تاع اليوم وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير يا دوما ان شاء الله.